طبعا هي سنة التحديات مما لا شك فيه، سنة 2020 وخاصة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة. أكيد طبعا حجم التخوف قل بعد ما تجربة مهرجان فينيسيا تمت، وتمت بنجاح وابتدت وانتهت بسلام من غير يعني ما نسمع عن حالات كوفيد 19 حصلت أثناء فترة تواجد الناس في المهرجان. طبعا ده شجع جدا يعني كل القيادات، وشجع المهرجان ان هم يقدروا ياخدوا قرار بانه تستمر التجربه خصوصا في ظل الظروف الاستثنائيه. It's incredible how much it has helped us market this destination and how it made many people find out about it. احنا في صناعتنا عندنا جمله شهيره اسمها ذا شو ماست جو اون، بس هي جو اون بانهي معايير؟ هنستكمل المسيره بانهي انضباط وحسم وحزم؟ اعتقد هو ده اللي هيبقى الشعار بتاعنا في الجونه هذا العام، يعني الانضباط الحسم الحزم في تنفيذ الـ كل طبعا الـ التوجيهات والارشادات. يعني اي جائحة مثل هذه تأثر بشكل كبير على الإنتاج السينمائي، لأنه الإنتاج السينمائي قبل ما يكون فن هو صناعة، وبالتالي أنت من تفقد مو فقط يعني الحركة الفنية، وإنما تفقد الاقتصاد البلد والاقتصاد الدولي من حيويته الكبيرة جدا. ضخ الأموال في هذا المجال راح يكون أقل. يمكن المستفيد الوحيد كان من كل هاي الأزمة هو نتفليكس وأمازون، لكن أنا أتصور أنه البشرية عندها قدرة عظيمة جدا على تجاوز العقب. نتمنى أنه هاي الفعالية راح تفتح المجال لكل الفعاليات السينمائية أو الثقافية أو الفنية الأخرى، سواء كانت في مصر أو المنطقة العربية، مثل ما فينيسيا فتح أمام مجموعة من المهرجانات السينمائية الدولية، من ضمنها مهرجاننا لكي تعقد، لأنه إحنا كنا واحد يتعلم من الآخر. المهم إحنا كمهرجان متعهدين مو فقط أمام جمهورنا، مو فقط أمام ضيوفنا، وإنما متعهدين أمام المهرجانات الأخرى مثل مهرجان القاهرة والإسكندرية وقرطاج وغيرها، في أنه حنقدم تجربة سليمة ممكن يعتمدوها هم في إقناع كل الجهات الرسمية في أن يستمر عملهم بشكل ممتاز.